متتبعي قناة الفاس بريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كاتاسيتي. في هذه الحلقة هذه نستضيف السي سعيد السبيطي، عضو مجلس مقاطعة السيد بليوط، وهو واحد من مقيدومي المنتخبين على صعيد مدينة الدار البيضاء، من أجل مناقشة القضايا التي تتعلق بمنح الجمعيات وما يثار حولها من نقاش على مستوى مدينة الدار البيضاء، أيضا من أجل مناقشة قضية تأخر إنجاز المحج الملكي والدور الآيل للسقوط في مدينة الدار البيضاء. سي سعيد مرحبا بك. أهلا وسهلا. سيساعد الدار البيضاء أنت تعيش واحد النقاش محتدم حول المنح تاع الجمعيات، وكاين اجتماعات في مجلس المدينة حول القضية تاع المنح تاع الجمعيات. بالنسبة لك أنت، علاش الدار البيضاء ما قدرش تدير واحد الوصفة باش المنح من الجمعيات يبدو يدوز بطريقة أوتوماتيكية بلا المشاكل وبلا صداع تاع الراس؟ فعلا، شكرا. أولا تنشكركم على الاستضافة، وتنشكركم على التتبع ديالكم ديال المشاكل ديال جماعة الدار البيضاء بصفة عامة والمقاطعات بصفة خاصة. وهذا الموضوع هذا في حقه تار نقاش كبير هذه المدة الأخيرة، حيث أنه اللجنة اجتمعت ودارت واحد اللائحة ديال الجمعيات الممنوحة على الصعيد الدار البيضاء حسب المقاطعات، لكن وقع ما وقع أنه هذاك اللوائح اللي اتفقت عليها اللجنة داخل مجلس مدينة الدار البيضاء تم مراجعتها، بحيث أنه تارت واحد البلبلة كبيرة في الأيام الأخيرة كما تتبع الجميع. وكيف قلتي سي أحمد، هذا المشكل ديال الجمعيات منذ مدة كانت يطرح واحد الإشكال، وفي بعض اللحظات تلقى له الحل أنه تمشي حسب البرنامج ديال الجمعية، حسب يعني المنحة تتكون حسب العمل، ماشي المنحة كتعطى على حساب الولاء او ما شابه ذلك. البعض يقول بان بعد المجلس الحالي بالعكس تشدد من بعد القضيه تاع المنح الجمعيات، ما بغاش يكون بحال المجالس السابقه، لانه حط واحد المعايير اللي هي خاصها تحترم باش تاخذ هذه المنحه الجمعيه، من بينها مثلا الموظف خاصه يكون جامعه، القرابه الى اخره. نعم، هذا فعلا هاد لي كريتير مزيان ناخذوا بهم، ولكن ما يهمنا احنا ماذا بينا تكون جمعيه فيها اخ ولكن تستغل يعني يكون الأهم وتعطي، يكون الأهم هو العمل داخل لداخل الميدان باش نقيموا الجمعية، ماشي نقيموا الولاء. نعم، هذا يعني يجب أن نأخذها بعين الاعتبار أنه هذه القرابة هذه نحيدها من جهة، ولكن اللي تهمنا حنايا هو ماذا تعطي للمواطن الجمعية. يعني ما خصش يكون البعض يقول ما خصش يكون التركيز على ما هو شكلي، ولكن كما قلتي على ما هو الجوهر. يعني أنا أعطيك المنحة نشوف التتبع تاع المنحة في خصرتيها. يجب أن نعلم أن أموال طائلة تتمشي في هذه المنح، يعني ملايير. إلا خدنا واحد المقارنة، اسمح لي سي سعيد، ما بين المجلس اللي كان فيه سي سجيد اللي كنت أنت حاضر فيه والمجلس الحالي، يعني واش ارتفعت المنح نقصات؟ لا، فيما يخص المبلغ الإجمالي نقص. شحال كان تقريبا؟ يعني تقريبا كان شي أكثر من 2 مليار اللي كان نعطيه في المنح، الآن تنظن تنقص هذا، بحيث أن بعض الجمعيات ما تجيها إلا الفوتات ولكن حاليا وهي تسعى إلى ذلك بدون برنامج، ولات بحال واحد الريع تيتعطى لبعض الجمعيات وتستبحث عن من يوصلها الى هذا الريع. وهذا شيء يعني ما خصوش يكون في مدينه كمدينه الدار البيضاء، مدينه متروبوليه. كيفاش استردمت الانتفاضه تاع بعض الاحزاب السياسيه اخي كلما طرح هذه القضيه تاع المنح تاع الجمعيات؟ يعني تكون واحد الانتفاضه واحد الغضب، علاش واش تستعنوا اليوم في الانتخابات؟ كما تعلمون وكما يعلم الجميع ان الجمعيات هي واحد المجموعه ديال الجمعيات، هي دعم لبعض الاشخاص وبالتالي بعض الاحزاب. يعني كاين هذا معروف في مدينه الدار البيضاء، وحنا عندنا نعطيو سيدي بليوط كنموذج، عندنا هذا المشكل، واحد مجموعه ديال الجمعيات تتثل الولاء ديالها لواحد الاشخاص معينه بذاتها تابعه لواحد الاحزاب معينه، وهذا ما خصوش يبقى جمعيه عاده خاصها تكون تخدم بتلقائيه بغض النظر عن الاحزاب. فالمجتمع المدني عنده واحد الدور كبير، المجتمع السياسي يعني الاعضاء وهذا عنده واحد الدور، ولكن الجمعيات عندها دور اسمى انها تكون اقرب الى المواطن وتخدم المجتمع المدني بصفه عامه. درت على المجتمع المدني في سيدي بليوط، تنشوفوا بان مقارنه مثلا مع المجتمع المدني كيف الحي الحسني اللي هو انتفض في سيدي بليوط،
ما كاينش الحضور ديال المجتمع المدني في هذه المقاطعه تاع سيدي بريوط في دورات مجلس مدينه الضرب. واش كلشي بخير في سيدي بريوط؟ كلشي مرتاح؟ كلشي بخير على خير؟ ما يقع في سيدي بريوط هو كاين واحد الهيمنه ديال بعض الاحزاب. ما ندخلش في التفاصيل، ولكن في فتره سابقه كانت واحد المجموعه ديال العطايا ومجموعه ديال ما نسميها احنا بالقفه، القفه كانت تعطات بسخاء لواحد المجموعه ديال هذا، وبالتالي هذيك الجمعيات بقات مادة الولاء ديالها لهذوك الاشخاص، وبقى متمد لحد الساعه تنتظر المزيد. وهذا خلق اشكال انه الكل اصبح يرى بان واحد المجموعه ديال الجمعيات اصبحت تابعه لاحزاب معينه بذاتها. وهذا هي خصها تحافظ على الاستقلاليه ديالها، خصها الاستقلاليه حقيقه، لان الكل يلاحظ داخل سيدي بريوط خلتها، وتنظن حتى بعض المقاطعات حتى هما، ولكن سيدي بريوط التي نعرفها جيدا ان واحد المجموعه ديال الجمعيات عندها واحد الولاء خاص لحزب معين. وهذا يضر بالعمل الجمعوي، لان دائما لما ترى عملها دائما ينبثق عن هذاك اللون الذي تدير. واش الوصفه ديالك انت مثلا باش هذا الملف تاع الجمعيات يولي يدوز كما قلت في الاول بطريقه نظري؟ وطرحناها في عده مناسبات. هو بالبرنامج. انا اعطي المنحه لمن له برنامج، هذاك البرنامج يمكن نموله انا كجماعه، ولكن يصب في صالح الساكنة، في صالح المواطن. مادام ان جمعية ما عندهاش برنامج ما عندهاش، وخصك يكون تلك المتابعة. انا عطيتك منحة خصني نشوف هذيك العملية واش درتيها ولا ما درتيهاش. هذه العملية ديال المتابعة ما كايناش لا من طرف المجلس ولا من طرف اطراف اخرى اللي هي خصها، حيت الجمعية تخضع الى هذا المال العام. هذا المال العام يجب ان تخضع. نقول لك واحد المسألة جد خطيرة جدا اللي دارت في المبادرة الوطنية وكل شيء ساكت عليها، بان تعطات اموال للجمعيات على اساس انها تمول بعض المشاريع ولا زالت تحتفظ بهذه الاموال. فهذا يعقل؟ يعقل في البلاد ديالنا بحال هكا ان جمعيه عندها في الكونت ديالها اموال ديال الشعب ولا زالت تحتفظ بها الى يعني ما دارش المشاريع اللي خصها على اداء المشروع اللي داز، والمشروع ما تنجز والاموال باقه ما رجعتهاش للمكان ديالها. قلتي مشروع ما تنجز، ولا يستحضرني المشروع تاع المحج الملكي عندكم في سيدي بليوط. هذا المشروع اللي يعني عقود طويله، وحنا تنسموا المحج الملكي والحلم الحلم ديال سميتو باش دار واحد المحج كبير. يعني شنو واش واقع في هذا؟ وكنت ربما اسمح لي قاطعتك في بدايه تاع المجلس ديالكم، انتم فتحتوا نقاش حول هذا الملف. هذا ربطوه بهذا، هذه الجمعيات ربطوها بهذا العمل، لان المحج الملكي او المشكل ديال المنازل الى السقوط هذا مشكل يؤهقنا نحن كاعضاء بالنسبه للمواطن. ماذا قدمنا لهذا المواطن؟ هذا المشكل اللي طرحتيه السي احمد، هذا المده ديالو واحد المده كبيره منذ سنه 1983، وهذا المشكل لا زال قائما لحد الساعه. وانا قلتها شخصيا في دوره من الدورات بان لا يعقل بان هذا المشكل نطرحوه دابا ونعاود ثاني يجي مجلس اخر ويعاود يناقشوا ويجي المجلس من بعد منه، وكيفاش غادي نحلوا هذا المواطن؟ مسلسل مكسيكي بالفعل بطويل الامد. لا، هذا المشكل عنده كما قلنا عنده مكان والزمان، خاصنا نحدوا المكان ديالو معروف، نحدوا ليه الزمان ديالو. واش غنديروه في عامين؟ واش غنديروه في 10 سنين؟ واش غنزلوه في 20 عام؟ لا يعقل باش نبقاو 100 عام. علاش؟ شنو الواقع بالضبط؟ هذا داخله فيه انتم درتوا نقاش مع الشركه المشرفه، اطراف اخرى، حيت هذا ماشي تتشرف عليه المقاطعه او الجامعه بالذات، كاين اطراف اخرى، متدخلين اخرين. الاهداف تختلف. انا شخصيا كاعضاء كجماعه هدفي هو هذاك المواطن نحل ليه المشكل نهائيا، ما بقاش هذا المشكل نسمعوا ديال المحج الملكي المشكل ديال كنت الجماعه ولا المقاطعه واش دايره من بين الاولويات ديالها باش ترافع عليه؟ لا مع الاسف ولا ربما انتم على علم بما وقع في الدوره السابقه باننا استدعينا هذوك المشرفين على هاد الملفات وما تمش النقاش نظرا للمشاكل اللي كاينه مثلا في مقاطعه سيدي بليوط اللي هي تحتوي على هذا المشكل. ما ناقشناش هذا المشكل وما فكرناش
يعني هذا ماشي غير نقول انا كاين من يدبر امر هذا المجلس وهو الرئيسه والمكسب، انه ما فكرش انها تعاود تجمع المجلس وتستدعي هاد الناس ونحلوا المشكل، لان خاصو يتحل. دابا داز المده دوره يناير، خصنا ننتظروا ثاني دوره يونيو وحتى نطرحوا المشكل وغنطرحوه، ما غاديش نحلوه ما غاديش نحلوه. انا اعتقد في نظري ان هذا المشكل يجب ان تنكب عليه كل من له صله بهذا الموضوع على اساس انه يتحل. كيف تقول لا دوري يستحق لا يستحق. والمواطن خليه حيت كاين المشكل ديال الفروع، ملي تدخل لهذا المشكل التقني وهذا كاين الفروع ديال الاسر داكشي، ولكن يجب ان نحل الحل ماشي مشكل. ولا مشات في المواطن ما مشاتش في الخلا كيف تيقولوا، انه خصو يتحل وخصو هذا نستبدل بان محج الملكي مشروع ملكي وعرفتيه من امتى يعني دار بيضاء تنتظر هذا المشروع، تنتظر هذا الشارع باش يخرج المسجد الحسن الثاني، ولا زال يراود مكانه بالنسبه لنا حنايا كأعضاء ديال المجلس، وهذا يضر بالعمل الجماعي داخل التراب ديال الدار البيضاء. شي سعيد، شكرا جزيلا على قبول الدعوة. متتبعي قناة أنفاس بريس، إلى اللقاء فرصة قادمة. شكرا على الاستضافة.